الخير يا فندم. اهلا سمور، اهلا فندم، اهلا بحضرتك، اهلا بيك. دكتور احمد، امبارح نتنياهو قال ان غزه هتكون تحت سيطرتنا الامنيه بعد القضاء على حماس واعاده المختطفين، وجعل غزه مكانا لن يعود اليه الهدوء، يشكل يعني مش هتصبح غزه تشكل تهديد لاسرائيل. تعقيبك يعني ايه على تصريحات نتنياهو؟ يعني اسمح لي يا استاذ عزة، طبعا خالص الاعزاء، بدايه الكويت حكومه وشعبا. بالنسبه لسؤال سيادتك، الحقيقه نتنياهو النهارده دخل في منعطف خطير بعد ان اعلنت المعارضه الاسرائيليه زعامه يائير لبيد بانها تفعل اسقاطه بالفعل اثناء المعركه وليس بعدها، وان تصرفاته هي التي تقود الى هذا الاجراء وانه لا يمكن الصبر عليه. الاجراء الثاني اللي كان لافت للانتباه، ان الجيش الاحتلال بدا يعلن عن اكتشاف انفاق او نفق امتداده 4 كيلو، ولم يستطيعوا بعد ان يصلوا الى نهايته. هو نفق هجومي بتقديرهم بالقرب من الجانب الاسرائيلي من الحدود في مواجهه معبر ارز، اكتشفوا ان هو يمكن ان يمر منه دبابة، ان هو مساحته وقطره كبير يا جدا. كبير فبالتالي كمية الحفر دي، التراب اللي خرج والرمال اللي خرجت لم يتم رصدها من المخابرات ولا من اجهزة المراقبة المتقدمة لإسرائيل، ده عمل صدمة كبيرة جدا. الامر الثاني، ان هذا النفق مزود بابواب يمكنها صد المياه. اسرائيل في اطار الحرب النفسيه بتقول يمكنني ان اغمر الانفاق، انا استعد لغمر الانفاق. الانفاق فيها شبكه لتصريف مياه المياه الجوفيه وايضا لصد مياه الامطار، فهذه الامور وهذه الاخبار مقلقه جدا للجانب الاسرائيلي، تعد تطور لافت. طيب، في جزئيه عايز اتكلم مع حضرتك فيها دكتور احمد. نتنياهو مؤخرا اصبح يتحدث باسم الغرب وباسم الولايات المتحده الامريكيه، شايف ده ايه؟ شايف ده بيحاول يثبت قوته ومسانده الغرب ومسانده امريكا ليه؟ الجزء الثاني، هل ترى انه سقوط نتنياهو سيكون على يد الداخل الاسرائيلي بسبب هذا الخروج من الشعب الاسرائيلي على نتنياهو؟ يعني بكل تاكيد الجانب الامريكي يحاول ان يعيد حساباته، بمعنى ان المصالح الامريكيه باتت في خطر، وان قدره وجهوزيه جيش الاحتلال على حسم او تحقيق انجاز استراتيجي، نصر استراتيجي في وقت قصير غير متاح. بالتالي يدير ظهره لنتنياهو باعتباره ورقه محروقه. المجتمع الاسرائيلي يغلي حاليا بسبب قتل الجيش الاسرائيلي للمحتجزين الثلاثه الاسرائيليين، رغم ان هم رفعوا رايه بيضاء، وهذا الامر يعني يعد اعدام ميداني.